هي المعالم أبلتها يد الغير وصارم الدهر لا ينفك ذا أثري. فيا سعد دع عنك دعوى الحب ناحية وخلني وسؤالا أرسم الدثر. هذا كاظم الأزري رحمه الله. اسمعوا حاجي أرجوكم، هذا منكم. أين الأولى كان إشراق الزمان بهم؟ شقد كانت الدنيا حلوة من كان بها الحسين، بالله عليكم الآن مو حلوة ولا هذا العمر اللي تعدى بالأيام، مش أنا أقولها، إمامكم قال. أما الدنيا فبعدك مظلمة. هنيئا للعراق، ضم الحسين حسبانك سهل، سيد في الجنة على الأنبياء. أين الأولى كان إشراق الزمان بهم؟ إشراق ناصية الآكام بالزهر. جار الزمان عليهم غير مكترث، وأي حر عليه الدهر لم يجري. وإن ينل منك مقدار فلا عجب، هل ابن آدم إلا عرضة الخطر. يقول لا بأس إذا شوية أذيت، افتقرت، تمرضت، الدنيا دنيا البلاء، لكن نحكي أن ذاك الزمان ما راعوهم، ما دار بال عليهم، حاربهم من بدايتهم إلى نهايتهم، مثل الحسين بن علي، مثل أهله. وإن ينال منك مقدار فلا عجب، هل ابن آدم إلا عرضة الخطر. وكيف تأمن من مكر الزمان يدا خانت بآل علي خيرة الخير. أفدي القرون الأولى سارت ركائبهم والموت خلفهم يسري على الأثر. ما أبرقت في الوغى يوما سيوفهم إلا وسال سحاب الهام بالمطر. ساروا ولولا قضاء الله يمنعهم لم يتركوا لبني سفيان من أثر. لم أنس حامية الإسلام من منفردا صفر الأنامل من حامل ومنتصري. رأى قنا الدين من بعد استقامتها مغموزة وعليها صدع منكسري. فقام يجمع شملا غير مجتمع منها ويجبر كسرا غير منجبر. صالوا وصلت وأين منك هم؟ والوخز بالسمر غير الوخز بالأبري. وكنت في مشرق الدنيا ومغربها كالحمد لم تغن عنه سائر السوري. آه إن يقتلوك
فلا عن فقد معرفة، فالشمس معروفة بالعين والأثر. يمكن هذا البيت انتو حافظينه وياي. إن يقتلوك فلا عن فقد معرفة، فالشمس معروفة بالعين والأثر. أي المحاجر لا تبكي عليك دما، أبكيت والله حتى محجرا. الحجري ما صح بدي من جيم، ما تمنوح عندك راحوا يشيلون وتظل يحسين وحدك. بحر الظهيرة والشمس تحرق بخدك، طيور السما من فيك نحرك تصبغ الجيل. خوش مقارنة، بس كون بالك يمي والكلمة اللي توجعك تصيح بيها وائمة ما هاي زينب. قل له ابو علي معقول انت اليوم هيك صاير؟ وتذكره بالايام اللي مضت. تقول له يوم الملك جبريل من تضحك يناغيك، وبيوم عاشر بن سعد بالحجر يرميك. يوما من ابهام النبي الهادي يغذيك، يوم اللهيب ضماك منه يذوب الحدي. لزم قلبك كلمة توجع. ويوما على صدر النبي تلعب يا محروس، ويوما على صدرك شمر بن جوشن يدوس، ويوما يقبل من حرك صاحب الناموس، ويوم الشمر بالسياف يفري ذاك لوري. اين المتفجعون حسين؟ ويوما على اكتاف النبي حسين مشيول، ويا من الى الشامات فوق الرمح محمود، ويا من يقبل شفتك طاح المرسول، ويا من على الشفة بعصاته يضرب ويزيد. وحسين زينة بتشوفه. وخلنا احكي ايامها بعد، ايام هاي من وقفنا قباله سألهن منو انتي؟ انا زينب. منو انتي؟ الله اكبر انا سكينة. وصل الدور الى زوج الحسين الرباب. منو؟ ما حاجته. منو انتي؟ ما ردت عليه. قال ربعة منو هاي ما تحاجيني؟ قال له هاي مرت الحسين، قد ما تحب حلفت من بعد ما تكلم رجال. قال الا حكيه اعطوني طريقة. قال له حلفها براس الحسين، الراس يما بالطشت شاله من لحيتيك. الله اكبر. قالها بحق صاحب هذا الراس كلميني. صاحت يا خايب ما جرت والله مثلها، اي مثل هاي مثل هاي انا حرمه وراس عز بين عيناي. يا جهر دهري وضيم دنياي دنياي، يموت حسين واحنا نبر عدلي. ايش سوت سكينة؟ ما بيدها حيلة وتحب ابوها. معقولة انت تحب اكثر منها؟ بجت سكنة يا ويلي وبجت الناس
خايب ارفع الرأس ولك بيمن يا خايب ارفع الرأس مني راح ابوي وراح عباس خويا الذي كثر الله اكبر لعن الله بني أمية ولك نسوان ومسبيات وأسيرات وهلهم مقتولين متعذبهم الله أكبر خويا الذي كثر بجانا بالشام من شفنا المهانة وراس الولي بالخيزرانة قدامنا كسر أسنانة أين الصارخون حسين يا والي أكثر من واحد أكد علي لكن مجبور كون أقرأ تقول دليلي من المصايب ما طبيت وجرح قلبي يا دمعي ما طبيت عمتك زينب بتقول مضيف الحسن عمري ما طبيت تعال شلون اطب ديوان امي تعال شلون اطيب ديوان امي شايف الشماته جت تتألم هي بيش كانت شايله راسها بخوانها هسه لو ميت واحد يظل ثاني لكن كلهم تقول وطبيت للديوان والناس طبيت للديوان ما فهمتوها هو كلكم اشراف واجواد منو فيكم الان يرضى وحده من عائلتهم الطب الهلماتم وبحجابها ما ترضى غيور شلون دخلوا زينب على ديوان كل رجال خويا طبنا للديوان والناس متجمع من كل الاجناس نصارى ويهود وكفر ورجال او من عاينولي مهبط الراس قالوا يا زينب وحق البيت ثم وحق حرمه يا رب يزيد من رحمتك حرمه بديوان الزلم ما تطب ما تطب حرمة زينب تقول وانا طبيت من غصب علي وانا طبيت من غصب علي معقول واحد يسمع عن زينب وما يتألم شوف ايش سووا يقول من ردوا للمدينة اول ما سمع بالخبر محمد دولة بعد زلم وفي غيرهم زلم بالدنيا كانوا لا والله وتكتر محمد بابن اخوه الامام زين العابدين يقول جرى من ايده وتكتر به قال له عندي سؤال اذا صح الخبر فقعود عمك في المدينة حرام قال له سل قال له صدق طبت عمتك الديوان بزلم قال له تكسر الخاطر عمتي يوم ادخلوها يوم ادخلوها المجلس يزيد محيرة باطفال اخوها ما خافوا من الله بمجلس وقفوها لا حول ولا قوة الا بالله